السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، اللي من خلاله بغينا نتكلموا على الانواع ديال لي ديتيكتور دو موفمون اللي كنحتاجوهم يعني في الكليراج ديالنا، باش ما يبقاش الضوء يعني ضايع. هاد لي ديتيكتور هادو كيشتغلوا في اللحظه اللي كتكون هناك حركه في المكان اللي كنبغيو نضويو نديرو فيه يعني هاد الكليراج. الشكل الاول هو هذا، هو عباره عن ديتيكتور دو موفمون حتى هو، اللي هو روبو بحال هذا اللي كتشاهدوا معنا. فيه الريكلاج ديالو، خلاص فيه الليل والنهار على حسب فوقاش بغيتي يخدم، واش يشتغل بالليل ولا بالنهار. وفيه التايم اللي يعني فوقاش المده الزمنيه اللي يمكن له يبقى مشتغل من بعد ما يقطع الضوء. كاين الموديل الثاني حتى هو ابارون، يعني الموديل حتى هو ابارون، كيركب يعني كيركب فوق الحيط، ما كيدخلش في البلافون، يعني كيركب ابارون بشوفيو الفيس. عنده لو سوكل ديالو باش كيركب، و او ميم طون عنده الريكلاج، حتى هو عنده الريكلاج ديالو بحالو بحال الاخر، يعني عندهم نفس الريكلاج، عندهم الليل والنهار، و او ميم طون كاين الريكلاج ديال الوقت. هو هذا. كاين الموديل هذا اللي هو اونكاستري، اللي كيركب مع لي سبوت، كيركب بحالو بحال السبوطه، حتى هو اونكاستري، وفيه نفس الريكلاج ايضا، فيه ريكلاج جوغي نوي، وفيه تايم اللي الوقت اللي ممكن تبروغرامي على الوقت اللي بغيتيه يبقى شاعل من بعد ما تمشي الحركه. كاين هذا ما معروفش بزاف، هذا كيركب في عوط يعني في عوط الساروت، في عوط لانتيريبتور، يعني كيركب في الحيط ميغال، كيركب في الحيط في عوط الساروت بلا ما تشعل بالنقاصة، ممكن تشعل بهذا، يعني اون فوا دوز حداه هادي يعطي واحد لا كوموند البولا باش تشتغل. وهذا وفيه يمكن لك تانيوليه، عنده هنا اون اوف، يعني ممكن تانيوليه الا كنتي ما غتحتاجوش، يمكن لك يعني توقف التشغيل ديالو. هو هذا، هادي بولا ليد، بولا سامبل كما كتعرفوا، نافوات هي سامبل، وفيها ديتيكتور دو موفمون اونكاست، يعني انتيغري لداخل، راه كاين لداخل، اون فوا تركبها في البلاصه اللي بغيتي حتى هي كدير نفس الدور ديال هادو، الا ان هادي يعني خدمه ديالها ستوندار، البروغرام ديال الوقت ديالها فيها بروغرام ستوندار، وحتى المده الزمنيه الليل والنهار يعني كتشتغل فيهم بجوج. كاين بالنسبه اللي باغي يدير يعني ديتيكتور دو موفمون برا في البلاصه اللي فيها الشتاء، يعني ما يمكنلوش يدير هادو اللي درنا كاملين ما خداميش، باستثناء هذا هو اللي ممكن يخدم في الشتاء، حيت فيه اي بي 44، يعني ممكن يخدم برا يكون معلق، واخا ترش عليه الشتاء ماشي مشكل. هذا بروجيكتور ديال يعني ديال الجرده ولا ديال برا، واخا طيح عليه الشتاء ما كاينش مشكل، عنده بريسيتور ديالو هنا، وعنده ديتيكتور كاين لتحت، هو اللي كيعطيه يعني فاش كتكون شي حركه، هو اللي كيديكلاري لينا باش البروجيكتور يشتغل. وايضا عنده ريكلاج ديالو هنايا كما كتشاهدوا، فيه 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 ريكلاج ديال النهار وديال الليل، وفيه ايضا تايم يعني شحال يبقى شاعل من بعد ما تنقطع عليه الحركه. والاضاءه ديالو خلاص مزيانه، كاين فيه يعني جميع لي بويسونس كاينين، اضافه للديتيكتور، كل واحد كيكون فيه ديتيكتور ديالو، والبروجيكتور حتى هو كيكبر على حساب يعني الكليراج اللي بغيتي يكون عندك في البلاصه اللي غتحتاج فيها الاضاءه. كما قلنا هما هادو الانواع ديال لي ديتيكتور اللي كاينين حاليا، هما هادو، كاين هذا، كاين هذا، كاين هذا اونكاستري، كاين هذا ابارون، كاين هذا ابارون ريغلابل، يعني ممكن تريغلو على البلاصه اللي بغيتي تسيبلي فين عندك الحركه باش يديتيكتي وتشعل يعني البولا، وكاين هذا ديال الحيط كما قلنا اللي كيركب في عوط الساروت ديال الضوء. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون وصلنا واحد المعلومه مفيده، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.